كل فريق يواجه من، ثم قام عملية قرعة ثانية لمعرفة من يستقبل أول. هذا ما يقال وسيعلن عن ذلك قبل إجراء عملية القرعة. سلفير طايدر بكرة ثابتة من منطقة جيدة بالنسبة للمنتخب الوطني، لكن بعيدة تماما هذه الكرة. روري يونس استغلال مثل هذه الكرة في غياب فرص واضحة وصل. 35 دقيقة الكرة الثابتة الأولى، نقول في كرة ثابتة تقدر تحل المباراة، لازم التركيز في الكرة الثابتة. وما لم يكن في هذه الكرة الثابتة من توقيع وإمضاء وتنفيذ سفير طايدر. هذه مصطفى دخل موفق، كرة للمنتخب الوطني. سفير طايدر، سفير طايدر لعبد المؤمن جابو، يوصل على الكرة عبد المؤمن جابو، الحلول تمريرة ذكية إلى سوداني، الحكم يشير إلى لمس الكرة باليد من خلال المراقبة. ممكن الإعادة تبين صحة من عدم صحة قرار الحكم. هنا الأفضل كان قادر يرجع الكرة براسه لجهة طايدر وجهة يبدا، هو كان يحاول يدير لو كونترول مستحيل بين ثلاث مدافعين اللي عندهم قامه كبيره، كان قادر يرجع الكره براسه زوج لاعبين اللي داروا له المسانده يبدا وطايدر اللي كانوا مقابلين المرمى. فعلا كانت في حلول افضل بالنسبه للسوداني، واحد من ابرز هدافي المنتخب الوطني حتى الان. في مباراته رقم 17 مع المنتخب الوطني للسوداني الذي سجل 8 اهداف قبل هذه المباراه. السوداني كان أجدر بك يا سوداني أن تسقط، لا يجب أن تقوم لأن الحكم ممكن تراجع في اتخاذ القرار. شوف يونس هنا تدخل في خطأ فعلا، لكن قيام سوداني خلى الحكم يواصل. هنا الأخ مسعود الأفضل كان قادر يمرر الكرة، الأفضل كان قادر يمرر الكرة خاصة لما الخصم جاء بسرعة. شوفوا الكرة الثابتة أو يعني ما دام فيه تدخل يبقى واقع على ارضيه الميدان، ممكن يكون فيه خطا افضل. اين حيل السوداني؟ فعلا هنا الحيله غابت، نفذ الكره القائمه الثانيه لكن بعيد، ضعيفه تماما هذه الكره. هذه الكره الثانيه، الكره نقول انا ركنيه الثانيه، العمود الثاني لازم يخير. هذه هي التغيير اليوم، عندك لاعبين تاع المنتخب المالي عندهم الخبره وعندهم التجربه، يقرا طريقة اللعب وطريقة التمرير. هادو لاعبين اللي لازم تخير الكرة الأولى القائم الأول، الآخر القائم الثاني. يعني تنوع في اللعب. فعلا تنويع اللعب، تنويع في التمريرات حتى يحقق الهدف المرجو. كرة طويلة، غلاس ذكية جدا هذه التمريرة من غلاس، لكن فكرة ذكية لكن تجسيدها وتطبيقها. غلاس يرتكب الخطأ، ورأي حكم المباراة السيد طوكو كاستان إيريك من الجابون. شوفوا الأخ مسعود لما المنتخب الجزائري راه يلعب الكرات قصيرة وفي الأمام وبسرعة، المنتخب المالي راه يدير نقولوا بعض من الأخطاء هذه هي الكرات اللي لازم، خاصة اللاعب طايدر واللاعب يبدا يمدوا لهم كرات سريعة. لما تكون فيه كرات سريعة ودقيقة يكون فيه نوع من الارتباك من جانب دفاع منتخب مالي ويدفع ذلك إلى الوقوع في الأخطاء. وبرع صارع من أجل هذه الكرة، يتحصل ويرتكب عليه الخطأ من قبل ياتاباري سامبو لاعب أولمبياكوس اليوناني. خبرة كبيرة لمجيد بوغرا، أكثر لاعبين مشاركة مع المنتخب الوطني. هذه المباراة رقم 58. بوغرا لاعب من هذه التمريرة، هوني مجيد بوغرا غير تماما الأخوالد، أخوالد يبعد هذه الكرة، جابوا توقيف ذكي لهذه الكرة. حسن يبدا مازال ما رجعش لمستواه الحقيقي. طبيعي بالنسبه لحسن يبدا لتقصوا مباريات كثيره في الرجل،
حتى يسترجع كامل إمكانياته. عنده إمكانيات كبيرة حسان يبدع. كاين الكرة على الجهة اليمنى، خوان يوزع وتدخل الدفاع. تبقى لحسن يبدع. خوالد مرة ثانية. حسن يبدع. بعد الكرة في نفس المنطقة، حسن يبدأ ينجح في تمرير هذه الكرة. تسديدة الدفاع. تسديدة من جمال مصباح لكن تصطدم بالدفاع. تبقى الكرة لعناصر المنتخب الوطني إلى الركنية. أو إلى ضربة مرمى. يقول الحكم المساعد. ربما كرة فيها نوع من الخطورة من جانب المنتخب الوطني. شوفوا باللي حتى تغير اللاعب على الأجنحة، وشفنا اللاعب خوالد عدة مرات جاب المساندة، ونشوفوا التمريرة ديالو سمحت اللاعب مصباح كان قادر يسجل تسديدة من خارج المنطقة. وكورته اصطدمت بسايدو كايتا العائد لمساندة ومؤازرة الرفقاء في منطقة منتخب مالي. لازم اللاعب مصطفى لازم يشارك في البناء اللعب، خاصة لما يكون اللعب من وراء الأخ مسعود. اللاعب مصطفى ما راوش يشارك لما تكون الكرة عند المنتخب الجزائري. رامي حوسو يلعبوا مع يبداوا مع طايدر، لازم هو يكون بين الدفاع والهجوم ويوصل لهم الكرات القصيرة. مهدي مصطفى ربما الكرة الأولى اللي شارك هاي الكرة على الجهة اليمنى. تمريرة ذكية أرضية، تسديدة لكن صعوبة على مرتين الحارس جاكيتي صميلة. هذا ما ينقص المنتخب الوطني، السرعة في التمرير والدقة وغلاس دورا حول نفسه ثم التسديدة، لكن الحارس على مرتين بالغلاس. 23 سنة، مباراة رقم 4 سجل هدف مع المنتخب الوطني، لاعب نادي بورتو والآخر الذي انتقل حديثا إلى بورتو وضمان مكانة أساسية مع فريق بحجم بورتو. هو في حد ذاته تحدي بالنسبة لنبيل غيلاس اللي عنده إمكانيات كبيرة. كرة كان في وضعية تسلل، قلت انتدابه من قبل مسؤولي نادي بورتو يأكد أنه يملك إمكانيات كبيرة، لكن ضروري أن يضمن مكانة أساسية ضمن تشكيلة نادي بورتو حتى يكون مردوده أفضل مع المنتخب الوطني. وضعية تسلل واضحة في هذه الصورة يستفيد منها المنتخب الوطني. رئيس مبولحي تقريبا 39 دقيقة، التعادل هو سيد الموقف، صفر مقابل صفر. كارم الجاني فعلا فيه خطأ من نبيل غيلاس. ياكيتي سومايلا هو من يتولى تنفيذ هذه الكره، حارس الملعب المالي اكبر لاعب في التشكيله. 29 سنه او سايدو كايتا هو الاكبر، 33 سنه. يتباري سامبو تايدر يستعد للكره، غيلاس بعيد عليه، بعيد على غيلاس. نوع او كرات من هذا النوع ما تخدمش عناصر المنتخب الوطني، بالعكس تسهل من مهمه. نعم تسرع، نعم تسرع. نشوفوا حتى اللاعب طيدار كان قادر يمد له كره قصيره للسوداني اللي كان السوداني يطلب الكره في العمق، هو حوس الكره الطويله للغيلاس، وهذه الكره هذو ماشي صالحه. يسهلوا المهمه، عندهم القامه الطويله والقامه الطويله تاعهم تسمح لهم باش يسترجعوا الكرات. مطلوب المنتخب الجزائري يلعب بالكرات القصيره وخاصه اخ مسعود السريعه. اللاعبين تاع المالي كسبوا الخبره وكسبوا التجربه، ونشوفوا دخلوا تدريجيا في المباراه. وعندهم امكانيات كبيره لاعبي منتخب مالي، قلت انه في الدورتين الافريقيتين الاخيرتين منتخب مالي حتى المركز الثالث، يعني انه في السنوات الاخيره أداء افضل من المنتخب الوطني على صعيد الاداء وفي المنافسه وفي كاس امم افريقيا. كره دائما لمنتخب مالي. ارتكاب الخطأ على سايدو كايتا القائد بأتم معنى الكلمة. جل الكرات تمر من وراءه، وعادة توقيف هذا اللاعب يتم إلا بارتكاب الخطأ عليه. لما يكون عندك لاعب كيما لاعب كايتا يجيب الإضافة للمهاجمين بكرات
قصيره وخاصه طريقه اللعب ديالو. خبره كبيره لهذا اللاعب الذي صال وجهل مع عرق النوادي الاوروبيه. كره ثابته حذاري من هذه الكره. حتى بولحي يظهر انه متوتر في هذه اللقطه ومتخوف منها. الزيدة لكن بعيدة 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 تماما. حقيقة أنها كرة لا تليق بمقام وسمعة ومستوى وقيمة سيدو كايت، لكن هذا يحصل في كرة القدم. طويلة يبدأ جابوا تساعدوش كثيرا الكرات العالية، يمكن اعتبارها العدو رقم واحد بالنسبة لعبد المؤمن جابوا، الكرات العالية والطويلة. تمريرة إلى التماس، تدخل جمال مصباح، دير مصباح 20 سنة لاعب بارم، مباراته رقم 24 مع المنتخب الوطني. كرة طويلة داخل منطقة عملية المنتخب الوطني، لكن الحكم يتدخل ويعلن عن مخالفة قبل نهاية المرحلة الأولى بأقل من 3 دقائق. طبعا بالنسبة للوقت الأصلي للمباراة تكافؤ في اللعب، ما فيش خطورة من الجانبين، رغم أن المباراة يعني اللاعبين نقدر نقول متحررين، ما فيش ضغط النتيجة سواء بالنسبة للمنتخب المالي المقصى أو بالنسبة للمنتخب الجزائري المتأهل إلى الدور الحاسم الأخير. أنا نظن الضغط راه أكثر على المنتخب الجزائري في لعب في ملعبه قدام جمهوره يحوس يخلص الدور هذا بيفوز. واليوم نشوفوا باللي حتى في طريقه اللعب تاع المنتخب الوطني ما كانش توازن في اللعب. نقول باللي الكرات اللي خرجوا من الجهه اليمنى ما شفناهاش من الجهه تاع اليسرى، دونك كان نقص توازن، نقص توازن في 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 في, في اللعب تاع المنتخب الوطني. مراوغه كانت ذكيه جدا من سفير طايدر. مهدي مصطفى يرتكب عليه الخطا، الاحتفاظ بالكره في هذه الوضعيه والنوع من المغامره دام انه امامه سيدو كايتا. يعني استعاده الكره من سيدو كايتا في مثل هذه الوضعيه قد تسبب مشاكل للمنتخب الوطني. جمال مصباح وفي الاخير سفير طايدر المكلف لتنفيذ الكرات الثابته غير الموفقه حتى الان من جانب سفير طايدر. وما تكون هذه كرة الهدف الأول، لكن كرة مثل الكرتين السابقتين. عبد المؤمن جابوا زيدة من بعيد، لكن يفضل الاحتفاظ بالكرة. فيه لمس باليد، فعلا لمس الكرة باليد من جانب دومبيا طانجو حماد لاعب فالنسيان الفرنسي 24 سنة لهذا اللاعب. نعم هشام، دقيقة واحدة ستضاف لل 45 دقيقة الأصلية والقانونية للمرحلة الأولى. أخ مسعود، الكرة الثابتة تتطلب التركيز، تتطلب التركيز وتتطلب الهدوء، ما لازمش يتسرع في الكرة الثابتة. كرة ثابتة كيما مثل هذه تقدر تحلك المباراة. موقع جيد لهذه الكرة، عبد المؤمن جابو متميز مختص سفير طايدر. هنا لازم، هنا مطلوب التركيز، مطلوب التركيز. عبد المؤمن جابو هل يفعلها بهذه الكرة؟ فعلا كرة قوية ومتميزة من جانب عبد المؤمن جابو. دياكيتي سميلة بصعوبة ينقذ الموقف من الكرة التي تعد الأخطر حتى الآن في هذه المرحلة الأولى. كرة تبقى على رأس المنتخب الوطني داخل منطقة العمليات، رأسية داخل منطقة العمليات، بعد هذه الكرة تمريرة دياكيتي سوميلا من كرة سفير طايدر. قدم كل ما يملك هذا الحارس لإنقاذ
الموقف والحفاظ على نظافة شباكه. كرتين خطيرتين في أقل من دقيقة. الكرة في الكرة التابعة